نرحب بضيفنا سي المزري احمد، عضو النقابه الاساسيه للتعليم الاساسي بالمنستير، اللي هو نائب مدير المدرسه نتاع حي البساتين. مرحبا سي مزري. مرحبا يا شيخ، بارك الله فيك، شكرا على الدعوه. على الفكره سي مزري جاري دار مقابله دار. سي مصطفى، حكينا المره اللي فاتت على نظام الثلاثي والسداسي، تو معنا النقابه الاساسيه نتاع التعليم الاساسي بالمنستير، شنو نجموا نسالوهم بور كونفيرمي ولا باش ناثوا الموقف المواقف نتاعنا نتاع الاسبوع الفارط؟ والله اول حاجه يعني نرحبوا بسي المازري، وحابين نستغلوا الفرصه باش يمثل النقابه الاساسيه. سي المازري بصفتك انت يعني كنت تلميذ وقريت يعني النظام الثلاثي، ومن بعد يعني امتهنت مهنه التعليم يعني تبارك الله اكثر من 15 سنه، يعني جربت النظام الثلاثي تبارك الله، وجربت عام ناول يعني دخلنا في النظام السداسي ونصف النظام يعني نصف السداسي الاول. ايش رايك في الفرق ما بين الثلاثي والسداسي، وشنو هي الايجابيه نتاع كل النظام؟ والله بصراحه الرغم الافضل ان نرجع ثلاثيات، هو فما اقتراح من السيد الوزير، لانه السداسي بصراحه ما يعطيش مردوديه كبيره بالمستوى التلميذ، ربما ما يناسب التعليم العالي من الطلبه، اما بالنسبه للابتدائي تعليم ابتدائي بصراحه بعيد كل البعد. تشوف يعني انه الاكوميلاسيون نتاع المعلومات اللي يتلقاها التلميذ ديجا في 6 شهور برشا، ما ينجمش يكبتي معناها في عمر مبكر. المشكله الكبيره التلميذ معناها كي تجي تشوفه انت قبل الامتحانات تلقاه مثلا في اغلبيه المواد، ناخذ مثلا خاصه المواد نتاع الحفظ معناها كيما التاريخ والجغرافيا المواد الاجتماعيه بصفه عامه، الى جانب الرياضيات والفرنسيه تلقاه اقل شيء فما ما يقارب 7-8 دروس في كل ماده. احنا بصيف نشوفوا نعرفوا من التلميذ الصغير من قدرته الذهنيه ضعيفه مش كبيره محدوده ما نجمش بصراحه باش يستوعب الكم هذا كل من المعلومات في اي ماده، معناها 7-8 دروس في كل ماده يصعب عليه بصراحه. شو الفرق مثلا؟ انا نراه الفرق فما مثلا خاصه التعليم الثانوي، ربما هو عندهم الفرض العادي معناها يقسم كما نقولوا السداسي معناها يولي مثلا اقل دروس، احنا التعليم الاساسي لا. الاساسي سمح لي معناها دروس برشا على التلميذ ما جامش يستوعب. هذه تصعب صراحه. وكيف كيف التلميذ، فما ناس تقول انه يتعود على البخل من سن مبكر، معناها يقول لك هو مازال بكري الامتحانات مازالت، مش كما في نظام ثلاثي كان فما تقييم مستمر، كان فما امتحانات مستمره، معناها المده طول نوعا ما بارابور النظام الثلاثي، هذاك علاش التلميذ يولي يتعود على البخل كما كنت نقول، ويتعود على انه يخلي من بعد، يخلي هو مازال بكري الامتحانات. المشكله تاكيد لكلامك انه التلميذ يولي معناها تولي عنده روتينيه غريبه برشا. التلميذ يولي يتكاسل، ما عادش بصراحه يحب يقرا. تقطع عليه الدروس، خليه غدوه، تنحفظ، تعرف انت من الكلام الصغار، معناها الايام تطوار، يولي معناها نحسه فما ملل كبير عند التلميذ. صراحه اني تو قلت لك من 24 عام قري راه الكلام ذا عمل مش كي عملنا ولا كيما صنع، عمل تحس الكلام ذا من جاب من فهمش التلميذ بعد بيش بدروحه ممكن اصل ولا فما تكاسل كبير في الواجبات المنزليه. احنا ما ندخلوش ديما ندعيو انه ما ندخلوش كاهل التلميذ، لكن حتى بتمرين بسيط تلقى يقول لك نسيت وتحسوا يميل للعب، يقول لك سداسي طويل معناها هو ناسي انه سداسي معناها تنقص له الفرص. قلنا قبل 3 ثلاثيات معناها اذا كان حتى ما جابش معدل في الثلاثي الاول مثلا الثلاثي الاول نجم يدارك عاد باش يدارك في الثلاثي الثاني والثالث، تو ولا سداسي والسداسي الثاني والطامه الكبرى وين انه ضرب 2 اللي برشا تو التلامذه ما يعرفوهاش وحتى اولياء يجلوا انه السداسي الثاني ضرب 2. السداسي الاول ضرب 1 والسداسي الثاني ضرب 2 معناها باش يولي يلقى في اشكاليه وتلقى برشا تلامذه متوقع روحهم باش ينشوا تلقاو روحهم في الاخر الاسبوع. والله هو النظام الثلاثي والسداسي هذا، احنا وزير يخرج يقول لنا فما دراسه اثبتت انه النظام السداسي انجع، ومن بعد يجي الوزير اللي بعده يقول لنا بالعكس فما دراسه اثبتت انه النظام الثلاثي انجع باش يرجع النظام الثلاثي، والمواطن التونسي والتلميذ التونسي والولي معناها كانه لعبه بين ايادي السياسيين معناها اونتر كيومي. معناها حسب الاطراف اللي استدعيناها حسب الضيوف نتاعنا الاسبوع الفارط وحتى اسابيع قبل وتوا، معناها الناس كلها سون بور نظام ثلاثي، عوده النظام ثلاثي، وهذا اللي صالح التلميذ قبل ما يكون لصالح المعلم او المربي او الولي وغيره. نرحبوا كيف بضيفنا سي ابراهيم قاسومه، كاتب عام الجمعيه التونسيه للمعلمين. كان تعطينا رايك ساعه سي ابراهيم قبل ما نحكيوا على الجمعيه نتاعكم على النظام الثلاثي والسداسي، كيفاش تشوف معناها انه انجع؟ في باب الامر ارحب بجميع المستمعين وخاصه منهم المربين والاولياء
وبسيادتكم سعد سلام ومصطفى سيباني مجددا مجددا في الحرب مرة أخرى. بالنسبة للنظام الثلاثي أو السداسي، ما جاءوا هذم إلا بعد ما نهى عملية إصلاح كل واحدة تربوي، بعد أنه وقع آخر مرة في 23 أبريل 2015 قصر المؤتمرات بالعاصمة موكب انطلاق الحوار الوطني الرسمي حول إصلاح المنظومة التربوية برعاية وزارة التربية والاتحاد العام للشغل والمعهد العربي لحقوق الإنسان. كنا نتوقع بشي نخرجوا ببعض الإصلاحات الجذرية في خاصة في هذا القطاع الحساس واللي هو تسمى ركيزة من ركائز لرهن تعليم الدولة. بالنسبة باش نلخصوا الأمر، معناها في هذا الشأن في نظام السداسي خاصة ولا الثلاثي، كل مرحلة عندها إيجابياتها وسلبياتها. أكيد بالنسبة للسداسي باش نعطيك رأيي الشخصي تاعي، أحس باني تو على الميدان تسمى سير تيران، راه أن طوالت مثلا المرحلة هذه تاع السداسي وأفرزت إخلالات بالنسبة للولي وللتلميذ وللمعلم، ثلاثة أطراف هذوما هم المتفاعلين في عملية التربوية بالأحرى. فشنو فرز عن النظام السداسي؟ أنه التلميذ أصبح في معناها يشعر بالقلق والملل، ونقص حتى الإنتاج نتاعو معناها في داخل القسم أو حتى في المراجعة المنزلية. بالنسبة للمعلم كثرت عليه الدروس وأصبح معناها في يحس زاد أنه المرحلة طوالت. الولي كذلك، الولي أنه معامل على بعض أطراف أخرى، يقول لك كولدي يقرأ ماهوش دروس ماهوش خصوصية ولا يقرأ في المدرسة وكذا، أما كمان ولا هو زاد يحس أنه طوالت عليه المرحلة بصفة أنه جات العطلة قبل الامتحانات، وفي كل عطلة هذيك حب برشا أولياء حسب ما سمعت تاني و بعض الاولياء انهم انطلقوا قال كان نخرج نحوس مع اولادي وكذا في الفتره هذيك، كيفاش باش ينجم يراجع يحضر الامتحان خاصه انها الفتره قريبه. زيد مشكله اخرى سامحني نقاطعك سي ابراهيم، الاولياء اللي عندهم ابناء في معناتها من اعمار مختلفه، تلقى عنده ولده يقرا في المدرسه او في الليسي، ولده الاخر في الجامعه، ولده خينا في الجامعه، معناها حتى تقسيم العطله مش كيف كيف، معناها ولات فما مشكله حتى بالنسبه للولي وبالنسبه للعائله، معناها يبدا هذا في عطله والاخر بيريود ديكزامان والاخر مرتاح والاخر يقرا، مش كيف كيف، معناها معناتها عملت قلق حتى على مستوى عائلي مش كان على مستوى المربي والتلميذ فقط. هذا الاثر يعود حتى على المحيط الاجتماعي والمحيط الاقتصادي. ما نقولش ان اصلاح تربوي انا مقتصر على التربيه فقط، لان التربيه منفتحه على جميع الابعاد التي تسود المجتمع ان كانت اقتصاديه او اجتماعيه او غيرها. هذا بالطبيعة أنه العائلة التونسية كما تعرف خصوصيات العائلة التونسية أنها اجتماعيا تحب تحقق الاستقرار الاجتماعي لكل عائلة، لازمك توفر لها مناخ يكون ناجع، واللي هو رهان صعيب ياسر. احنا نحاول نجتهدوا باش نوفر إصلاح مناخ يكون شامل، ليس إصلاح تربوي فقط، لأن نخص أنه يهم مناخ بالنسبة للعائلة التي المرأة تخدم كما تعرف الرجل يخدم، والاولاد يبداو ما يعرفش في حضانه ولا يبداو في المدرسه ولا الاخر في الجامعه. هذا لازمنا نوصلوا حوار وطني شامل يشمل الاولياء والمعلمين والتلاميذ وجميع الاطراف. واضح. في نفس السياق ناخذ سي سفيان التومي معنا على الهاتف، متفقد التعليم الابتدائي. مرحبا سي سفيان. صباح النور، شنو احوالك؟ يعيشك. كما كنت تسمع كنا نحكيه على نظام الثلاثي ونظام السداسي والفرق ما بيناتهم، وانا هو انجع من الاخر. انت شنو تشوف سي سفيان؟ والله في البدايه تاع التحيه ليك سي عشتان وتحيه مستمعينك الكرام. يعيشك. مشكورين على طرح المواضيع هذه للنقاش، مواضيع اللي تهم الولي وتهم التلميذ وتهم المدرس. بالنسبه للنظام الثلاثي انا كلامي باش يكون حصرا حول التعليم الابتدائي. بالنسبة للنظام قلت الثلاثي أو الثلاثي، ما نقدروش نعمل مفاضلة نقولوا هذا أو هذا. نحن نعتقد أنه النظام الأنجع هو النظام الممكن للصحة من كل شيء، والنظام اللي حقق أكثر ما يمكن من الأهداف. يعني صارت تجربة حول النظام الثلاثي وعديد النقاشات، وهذا طبيعي باعتبار أنه كل وافد جديد وكل تجربة جديدة يقع استقبالها بمثل هذا التعامل هذا. نحتاج لتقييم علمي ودقيق وموضوعي
نجم نقولوا النظام السداسي ناجع التجربه هذه او لا؟ فيها نقائص. به التقييم العلمي، التقييم العلمي هذا على شنو، شنو هما لي كريتير نتاعو؟ معناها كيفاش نجمو نقيموها علميا النجاعه نتاع النظام السداسي، خاصه انه احنا نحكيو على معناها عمر نتاع صغيرات ما بين 6 و 12 عام. بالضبط. نقيموها من المنطلقات الاولى نتاعنا، كونه في تونس بنينا مقوله، يعني مقوله هي بيداغوجيه وحتى قانونيه، انه التلميذ هو محور العمليه التربويه. يعني المساله الكل تدور حول التلميذ المتعلم الولد الصغير هذا اللي تحكي عليه من 6 ل 12 عام. نشوفوا نحن يعني نشوفوا المفروض نرجعوا لشي يقول لنا علم النفس التربوي، وش يقول لنا علم نفس النمو حول قدرات واستعدادات هذا الطفل الذهنيه بالاساس والنفسيه، على مثلا انا نرى انه فما ضغط صار على التلميذ في خلال النظام السداسي، وقع ضغط. يعني من مثلا نقرب لك الصوره، احنا النظام السداسي هو تقييم لمكتسبات التلميذ في السداسي الاول اللي هو من 15 سبتمبر للفتره هذه. يعني نظريا بامكان المدرس انه يقيم تلميذه حول درس معين او تعلم معين او معلومه معينه درسها في سبتمبر واكتوبر، وتجي في جانفي يقيمه فيها. فالسؤال يطرح، هل هذا ممكن ام لا؟ الحاجه الثانيه، طول السداسي يعني اربك الرزنامه خلينا نقول البيولوجيه في ذهن المتعلم، اللي هو متعود بالعطل في وقت معين، ومتعود براحات في وقت معين، وامتحانات في وقت معين، هذا تغير. هذا تغير. لو كان نحكيو على النظام السداسي في التعليم الثانوي، ينجم يكون عندي راي اخر. لكن في تقديري انه النظام الاصلح بالتحميل التونسي في الظروف اللي احنا فيها هو النظام الثلاثي. لانه النظام الثلاثي يتيح للمتعلم اولا انه يتمتع بتركيز اكثر وبراحه اكثر بين الاختبارات وبين فتره التعلم والفتره اللي بعدها بعد الامتحانات. اثنين، يتيح للمدرس هذا انه هو يخطط العمل بتاعه بشكل مريح. فرق كبير لما نحكيو احنا تخطيط المدرس، فرق كبير انه باش يخطط نفس الماده العلميه، نفس البرنامج، ونفس الكم المعرفي، انه يخططوا على مرحلتين كما شفنا في الثلاثي، او انه على ثلاثه ثلاثيات. وفي النهايه هو نظام الثلاثي تجربه، واكيد فهمتني باش يقع تقييمها بدقه، وباش تطلع عليها عدد الاستنتاجات. بالنسبه للراي الشخصي والبيداغوجي، نرى انه النظام الثلاثي هو النظام الاصلح للتلميذ اللي عمره من 6 ل 12 سنه. واضح، وهذا تقريبا رأي معظم الضيوف نتاعنا اللي استدعيناهم في حلقات سابقة بالنسبة للنظام الثلاثي، وخاصة بالنسبة للتعليم الابتدائي. حديثنا في الابتدائي، لأنه في عبد السلام ما نساوش، احنا تعليمنا في تونس نتبناه في منظومة تعليمية علميا راقية، هي منظومة المقاربة بالكفايات. يعني المدرسة التونسية على الأقل نظريا لا تدرس معلومات، لا تكسب التلميذ معارف محددة، بل هي كفايات، أن يقدر إقدار المتعلم على جملة من الكفايات. وهذا يحتاج أنه يقع ضبطه بدقة. مثلا لما تحدث التلميذ السنة الأولى ابتدائي أنه من الأهداف بتاعنا في السنة الأولى ابتدائي أن نقدره على أنه يتمثل مفهوم العد مثلا فيها، أو مفهوم الجمع والطرح في السنة الثانية. هذا الأمر ما هوش المقصود به معلومات او انه يعرف يحسب، لا، هو جزء من كل. نشوفوا ملامح خريج التلميذ الابتدائي في نهايه السنه الثالثه، نلقاو انه مطالب بجمله من الاقتدارات، وانه تتملك جمله من المفاهيم، المفاتيح اللي تاهله للتعليم الاعدادي والثانوي من بعد. هذا ممكن الوعاء الزمني المفيد له والاريح له هو وعاء الثلاثيات. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة سي سفيان، مرحبا بك، يعيشك، وإن شاء الله تكون، إن شاء الله تكون بحذينا في البلاتو في حلقات قادمة إن شاء الله، هاتوا نتصلوا بك. يعيشك، يعيشك، تحية ليك ولمستمعينك وضيوفك الكرام. يعطيك ألف صحة، يعيشك سي سفيان، يعيشك، شكرا. نرجع مع سي المازري، باهي، شنو رأيك في الكلام اللي كان يقول فيه سي سفيان؟ هو متفقد عربية. متفقد اللغة العربية، دايرت مستير 2. والله نشكروه، يعطيه الصحة، معناها هذول اللي معناها لخص كل شيء. لخص كل شيء. معناها قلنا احنا نأكدوا كلامنا الثلاثي، راهو بالنسبة خاطر عبد السلام سي مصر، المشكلة الإشكالية الكبيرة اللي وقعت التلميذ هي السداسي، معناها الراحة ما كانتش، كنا نقرأ، يقرأ التلميذ
اربع او خمسه اسابيع ومن بعد عطله باسبوع. صدقني ناكد لك ان هذه مشكله معناها بحكم احنا ديما نتشاوروا الزملاء في بعضنا، اغلبيه المعلمين يجي يتشكى ويقول لك التلميذ اللي قلناه كل مشى على روحه. مشى على روحه. علاش التلميذ لانه يبدا في اربع خمسه اسابيع هو معناها قلق شويه، قال يقلق سبحان الله مده طوال عليه، يمشي عطله كو يلعب، تجي من بعد تلقى صعوبه باش انت تو تقعد في اشكاليه باش تمشي للدروس الجديده ولا ترجع للدروس اللي فاتت. معناها ان شاء الله ان شاء الله معناها ان شاء الله هو فما نيه من الوزاره حاليا اعاده النظام الثلاثي في السنه المقبله ان شاء الله. خاصه يعني ناكد كلام لازم تقييم يكون معناها موضوعي بصراحه. حسب ما شفت حتى سمعت حلقات الفرد الضيوف اللي جبتوهم، انا الاغلبيه ممكن السلبيات اكثر من الايجابيات، هذا حسب وجهه نظر شخصيه. ان شاء الله يقع معناها تدارك ومن يرجعوا الثلاثيات، على الاقل تكون للمعلم كما قال السفان، للمعلم راهو للتلميذ وللولي زاد راهو راح. انت برك جبت بكري فاست معناها حكايه العطل، معناها تلقى العائله عندها شكون في الثانوي والابتدائي والجامعي. صدقني ما شكون من يحكي لي معناها حتى منها زميل معناها قال لي ممكن تدخل منوب، معناها الطفله عندها امتحانات ما كملت امتحان لقى امتحان اخر نتاع جماعه الجامعه، ايش يعمل الولي؟ من الولي ولا هو تخش عليه وش عنده امتحان اكثر من ولا ولا ان شاء الله يقع تدارك. سي ابراهيم سيدي الكلام سي سفيان تومي اللي هو استاذي نسوق له تحيه خاصه بهذه المناسبه، وهو معناها هو زاد مختص في مجال التربويه بصفته متفقد باللغه العربيه. حبيت نقول شنو خرجنا به من السداسيات، ممكن نقول انا خاشي انا طالب المعهد الاعلى للتربيه باردو ونقعد مع الساده المختصين في هذا المجال ونقريو حتى في الخارج في جامعه تولوز وكذا كما تعرف، يقولوا نحن خرجنا بضعف في مكتسبات المتعلمين خاصه في اللغه العربيه واللغات الاجنبيه والمواد العلميه بصفتهم المواد التي تدرس، طغيان الجانب التراكمي والبعد النظري على التعلمات وكثره مواد التعليم وفقدانها للترابط والاندماج بينها. الغياب شبه كلي للجوانب العلميه، مشاكل تقييم ايضا عمل التلميذ وغلبه التلقين والاملاء وضعف التواصل وكثافه الزمن المدرسي، ومشاكل الشعب والتوجيه هذا يقف في مساله اخرى للثانوي، وايضا عندنا ضعف في مشاركه مختلف الاطراف في الحياه المدرسيه واستقاله الاولياء وبروز ظواهر العنف والتسيب والغش خاصه لاحظوا فيها في وقتنا تو كثرت معناها وربي يستر، والتسيب قلنا والغش داخل الفضاء التربوي ربما يرجع هذاك للانفيرونمون فاميليال نتاع المحيط العائلي نتاع الوليد والمحيط الاجتماعي نتاعه، لانه كيف يشوف بوه يغش ولا كيف يشوف امه تغش، وهذا عندنا متفشي خلينا نقولوها في تونس، معناها نسب نتاع الغش ونسب نتاع الفساد الاخلاقي والانحلال كثرت وتفاقمت في تونس في السنوات الاخيره بشكل كبير، هذا ينعكس بشكل مباشر على شخصيه الطفل. وهذا الكل كي قلنا ولد معناها ضعف في هذه حاجتنا احنا للسداسي، ما انا حبينا شنو نقترحوا حلول خاصه حتى في الثلاثي جربناه وخرجنا بنتيجه وطوالت مرحله الثلاثي من قبل من العود السابقه ما احنا كنا في الثلاثي، وفيه ما انا نسبه كبيره من النجاعه والنجاح في المجال التربوي، انا نجم نعمل تطوير منظومه التكوين المستمر ولا مراجعه توقيت المواد والزمن المدرسي، نجم نضيفهم هذا للثلاثي على غرار انه ناجح ما بين التلميذ والمعلم والولي، وايضا نجم نعملوا ايضا توسيع استعمال التكنولوجيات الحديثه والتواصل المعلومات باش نزيدوه اكثر نجاعه واكثر فاعليه، لان النظام الثلاثي انا راه بالحق في تقديري انه انجع نظام وان شاء الله نواصلوا فيه ونطوروه ان شاء الله. باهي تو سي ابراهيم كان تحكي لنا شويه على الجمعيه التونسيه للمعلمين نتاعكم بايجاز شنو اهدافها، لانه باش نتناولوا في حلقه قادمه ان شاء الله بالديتاي، كان تحكي لنا بايجاز شنو الاهداف نتاع الجمعيه نتاعكم. قبل كل شيء حبيت نسوق زاده تحيه للرئيس الجمعيه الام جمعيه التونسيه للمعلمين اتي، هي جمعيه ما عندهاش ربح مادي، جمعيه تخدم في صالح المربي وصالح التلميذ وصالح الولي ايضا. قلنا هذوما ثلاثة هذوما معناها في جمع ولم وشمل المربين بتنظيم لقاءات بينهم لتدارس الحاجيات التربوية الثقافية والاجتماعية. بحكم انه احنا ليس في معزل الثقافة والتربية متكاملة معناها كما تعرف على جميع القطاعات الأخرى. خلق أدوات وفضاءات تواصل بين المربين عن طريق اللقاءات الدورية أو أدوات التواصل الاجتماعي الإلكترونية. مد يد العون للمربين الجدد. كما تعرف النواب مساله النواب زاد وخيالنا ذوكم ونعاونوهم، وان شاء الله تو قاعدين نكونوا في نخبه جديده من المعلمين المستقبل ان شاء الله، ما نمشي يشدوا زمام الامور زاد معانا قاعدين يكونوا فيهم كما الانستيتي تاع
مهديه برك نسمع كان الصادات طيب بالحق معناها فهمت، والمساهمه ايضا في تفعيل وتجويد نشاط النوادي الثقافيه داخل المؤسسات التربويه. هذا نحث عليها انه باش نعملوا بعض نوادي متجدد على غرار المسرح والرسم وغيره ايضا، ومد يد العون للاطفال ذوي الحاجيات الخصوصيه او المعوزين. حاجات خصوصيه نقصوا راهو عندنا في مدارسنا لحد الان، لقاو التلميذ متوحد، لقاو التلميذ عنده اعاقه، المعلم صحيح متكون وخاصه احنا خريجين المعاهد العليا اللي تكون معلمين، مش نفهموا برشا خصوصيات نفسيه اجتماعيه، لكن ما نجموش باش تعملوا احاطه كامله او رعايه كامله بالتلميذ بحكم الوقت بحكم كذا. احنا حب هذا تفعيل دور المختصين اللي هي في المندوبيه، المندوبيه الجهويه اخصائيين نفسيين واجتماعيين. ايوه كانت بون كان فما على الاقل اتصال من اول العام، واش يصير في اخر العام يكتشفوا الحاله الغالب، وخاصه يتم احاطه معناها رسميه ومدققه واضح. باهي سي ابراهيم، ان شاء الله الاسبوع القادم نحكيو بالديتاي على الجمعيه نتاعكم وتحكي لنا معناها بشكل موسع اكثر. كلمه الختام سي المازري تفضل. والله يسعدنا نشكركم على الاستضافه، بارك الله فيكم، عايش ان شاء الله تجدد الاجتماعات واللقاءات ان شاء الله. ديما راح نخمو ديما مصلحه التلميذ، راهو ديما مصلحه التلميذ، وديما معناها نغزروا له انه ان شاء الله ديما يتحسن المستوى نتاعه، ان شاء الله نقولوا ان شاء الله فما معناها حسب ما احنا فما نيه معناها من سلطه الاشراف معناها وزاره التربيه، وانا ان شاء الله ان شاء الله تصلح المنظومه التربويه نقولوا في اقرب وقت باش ترجع النجاح نتاعها كالعاده معناها. ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك الصحه سي مازري، ومرحبا بك ديما في اذاعه ريبات اف ام. مرحبا بك سي ابراهيم، ان شاء الله كما قلنا تكون ضيفنا في حلقه قادمه نحكيو فيها على الجمعيه نتاعكم اون ديتاي. نخرج فاصل غنائي ثم نعود.